أبهرتنا نعم، شكرا شكرا. وهذا شيء جميل جدا. ماذا لو عواصم الدول، تعرف عواصم الدول؟ 99% 99 99% 99%. أنا أريد أن تواصل إبهارنا السيد مختاري نافع، ونستفيد من حضورك معنا. نعطيك دول تعطيني العواصم تاعهم. روح. معليش. نبدأ ب عمان، مسقط، مسقط، اليابان، طوكيو، الهند، نيو دلهي، كوريا الجنوبية، سيول، سنغافورة، سنغافور، تايوان، تايوان، أذربيجان، 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 باكو، أذربيجان، المجر، باكو، باكو، إيه صحيح، المجر، ها؟ المجر، المجر، هنغاريا، بودابست، البرازيل، برازيليا، الأرجنتين، بيونوس آيرس، نروح شوية لإفريقيا، كينيا، كينيا، نيروبي، نيروبي، إيه نيروبي، نيروبي، إيه. جنوب أفريقيا، بريتوريا، أنت أكثر عواصم صحيح. مدغشقر، تاناناريفو، النرويج، أوسلو، بلجيكا، بروكسل، هولندا، أمستردام، الأردن، أردن، الجورداني، عمان، البحرين، بحرين، هذه هي 99% نعم. أعطيني لا بروميير ليت. الماء، المنامة، المنامة صحيح. على. سعودية، الرياض، الإمارات، أبو ظبي. خلاص نروح لآخر دولة، لأنه لو نبقى معك هنا يومين راح تجاوبني في كل الدول. أبو ظبي. الفلبين، مانيليا. شكرا، أجوبة مبهرة وسرعة في الجواب وما شاء الله. كيفاش تعلمت كل هذا الجواب؟